السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرئيس حسن. الدرس اللي فات اتكلمنا لحد ما عملنا أول بروجكت لينا على النودجس. الدرس اللي فات قلنا هنعرف احنا هنعمل ايه. طب احنا هنعمل ايه؟ طبعا زي ما قلت لكم، يعني او في ناس كتير قوي اتطرقت لقصة ان انت تبدأ في النودجس وازاي تران السيرفر وازاي تعمل البيزكس بتاعت النودجس. احنا هناخد النكست ليفل ان انت بروجكت من خلال النودجس. ده احنا هنعمله ان شاء الله. هنتعلم ازاي نعمل بروجكت صغير مش كبير عشان ما نضحكش على بعض، بس تقدر تعمل بروجكت على كده نود جي اس. بالنسبه لك لو جه اي بروجكت محتاج ان انت تشتغل نود جي اس، الموضوع بسيط. هنتعلم ازاي نتعامل مع الداتا بيز، ازاي نعمل كويريز، ازاي نستقبل نرسل داتا، الكلام ده كله نعرفه ازاي ان شاء الله. المهم مبدئيا تعال نبص على الستراكشر النهارده، الدرس اللي جاي نشوف هنعمل. اولا الباكج جيسون ده الملف اللي بيبان فيه الديبندنسز بتاعتي والشغل بتاعي والاب نيم والفيرجن بتاعي، الكلام ده كله. طبعا لو انتوا بتعرفوا اتعاملتوا قبل كده مع الام بي ام تعرفوا اللي انا بقول عليه دلوقتي. فالام بي ام اي حاجه، بس طبعا من خلالها تيجي هنا بتحط فيه الديبندنسز بتاعتي. فحتى ان لو بصينا هنا نلاقي هنا هو مسطب الجيت اللي هو التمبلت انجن اللي احنا المره اللي فاتت اخترناه، مسطب الاكسبريس اللي هو فريم ورك برضه اللي اخترناه، تسطب حاجة خاصة بالكوكي، الديباجنج، البودي بارس، وهكذا كذا حاجة. المهم دلوقتي ان هو معرفني هنا، بصينا هنا لقينا في app.js. الاب دي الجي اس دي بيسموه الانتري بوينت. يعني ايه الانتري بوينت؟ طب بس الاول نبص هنا على حاجة. لو بصينا هنا هنقول حاجة اسمها سكريبت. سكريبت دي ستارت، يعني ايه اللي بيشتغل اول ما البروجكت بتاعنا بيشتغل. هتلاقيه بيشغل لي ملف اسمه بين دبليو دبليو دبليو. تعال نروح هنا على البين دبليو دبليو دبليو. طيب دخلنا على البين، اول حاجه عندك هتلاقي حاجه اسمها ريكوير اب. يعني اول ما حاجه بيشغلها عندك اللي هو الريكوير اب بتاعك اللي هو الملف ده. فانا اصلا الانتري بوينت عندي، يعني الانتري بوينت اللي هو اول حاجه بتشتغل اول ما اشغل البروجكت بتاعي، اللي هو الملف اللي هو موجود فيه البن ال www. يعني ملف اسمه www ده هو اول ملف بيشتغل عندي على السيرفر بتاعي بتاع نود جي اس او البروجكت بتاعي عموما. يعني طيب بعد كده بيرجع باك سلاش وبيبدا يجيب لي ملف اللي اسمه app.js. ملف اسمه app.js ده تعال نقول عليه اللي هو المكان اللي فيه معظم الجلوبال فاريبلز بتاعتي، او المكان اللي بعرف فيه الحاجات اللي انا عايزها عامه على كل البروجكت بتاعي. فنلاقي هنا مثلا ان هو هنا معرف الاكسبرس، معرف الكوكي بورس، البودي بورس، معرف الراوتس، معرف اليوزرز، معرف الاكسبرس، كل ده معرفه ومديله شغل هنا. فانا اي حاجه عايز اعرفها على مستوى مشروع احطها في الاب، يا احطها في الدبليو دبليو دبليو، لان دول ملفين اللي بيشتغلوا اول ما الجهاز بتاعي او ما البروجكت يرن. تمام. طيب نرجع هنا تاني. اللي بقى ان هو هنا بيبدا يشغل السيرفر بتاعي، تمام، على البورت 3000، ويبدا يكريت السيرفر ويران السيرفر ويستنى الاوامر اللي انت هتديها له عشان يشغل بيت البروجكت بتاعك. طيب يبقى اتفقنا تاني ان ال www ده هو من الملفات، الاول ملف بيشتغل عندي على البروجكت بتاعي بشكل عام. بعد كده يبدا يران الاب دوت جي اس اللي هو بيتولى بقى عمليات البروسيسنج والراوت والكلام ده. طيب جميل جدا الكلام ده. طيب ايه البابليك؟ البابليك ده الملف اللي بحط فيه الايمجز بتاعتي، اللي عندي صور، اللي عندي جافا سكريبت بحطها هنا، لو عندي مثلا ستايل شيت مكتبات جافا سكريبت بحطها هنا، وعندي ستايل شيت سي اس اس. حتى هنا هتلاقي في الديفولت وحاطط لك ملف ستايل شيت سي اس اس. طيب فاي حاجه عايز انا زي اسيتس كده عندي على البروجكت بحطها جوه البوليت اسمه البابليك. تمام. طيب الفيوز، الفيوز دي اللي هي المكان اللي بظهر فيه الحاجات اللي هتظهر لليوزر. يعني عندي هنا لو احنا بصينا على الاندكس هنلاقي فيها الحاجات اللي ظهرت لنا اول ما فتحنا البروجكت بتاع اكسبرس، اهي الكلام ده اللي هو فعلا الاتش 1 والتاج اللي اسمه بي، فعلا هو ده اللي موجود هنا. فالفيوز مجرد اسمه فيوز، الحاجات اللي بتظهر للمستخدم العادي من هنا. طيب الراوتس، الراوتس ده المكان اللي انا بستقبل بيه الطلبات اللي بيطلبها اليوزر في اليو ار ال ووجهها معاه. يعني ايه؟ تعال نروح على الاندكس. فهنا لما المستخدم دخل على اللوكال هوست 3000 راح اشتغل الملف اللي اسمه اندكس.
فراح مستدعى الاكسبرس اللي هو فريم ورك، واستدعى مكتبه اسمها الراوت، تمام، عشان يبدا يقدر يقول ايه اليو ار ال اللي عندي اللي هنا. بعد كده قال له لو انت عندك يو ار ال ده شغل لي الملف اللي اسمه اندكس اللي هو في الفيوز اللي هو ده، تمام، وبعت لي تايتل اكسبرس. فبالتالي انا هنا لقيت تايتل اسمه اكسبرس، تمام. بعد كده شغل لي القصه دي كلها. فهو ده اللي بيحصل بالظبط. طيب، فاحنا دلوقتي عرفنا كل مجلد الخصائص بتاعته ايه وايه اللي جواه بالظبط وبيعمل ايه. البن اللي جوه ال WW ده اول ملف بيشتغل عندي، بعد كده بيشغل الاب، تمام. عايز احط ملفات images جافا سكريبت ستايل شيت في public، الروتس بتاعتي اللي هي بتتعامل مع ال URL الفيوز الحاجات اللي تظهر للمستخدم بتاعي. ده باختصار كل حاجه في البروجكت بتاعي اللي احنا هنشتغل ان شاء الله. نشوفكم الدرس الجاي ونشوف هنعمل ايه. يلا، السلام عليكم.